ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم ذلك لميتون ثم إنكم القيامة تبعثون ولقد خلقنا أسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُ